حنا في اسباس السعاده ديما كن زعما مركزين على الجوده ديال المشاريع ديالنا، لان عندنا لا بوبولاسيون اللي كيشرو من عندنا عندهم دي زاتونت كبار. دوك اللي درنا دي زيتود مع الزبناء ديالنا، مع مصلحه الزبناء ديالنا، هما اللي اتصلوا بالزبناء ديالنا، عرضنا عليهم، سمعنا لهم، فهمنا شنو ما كيفاش زعما الطموحات ديالهم، وشنو كيتسناو من المشاريع ديالنا. اذا في هذا المطار فهمنا بان خصهم لا سيكوريتي، خصهم دي زيكيبمون اللي يكونوا ميو بلاسي في المشاريع ديالنا، وفهمنا بان لي زيسباس فيغ خص اون فري كونسيبسيون ديال لي زيسباس فيغ سميتو اللي سميتو في المستوى ديال الطموحات ديالهم. اذا هذا هو الجواب سميتو للزبناء ديالنا اللي جاوا لعنا وسميتو وعطاونا هذا الاجوبه للاسئله ديالنا. لا في جميع المدن اللي حنا متواجدين فيهم. اذا المشاريع اللي المطلوقين راهم مطلوقين زعما بلا كونسيبسيون ديالهم وكل شيء. المشاريع الجداد اللي دابا اللي كنصوبوهم غادي يكون فيهم هذا لو كونسيبت ان شاء الله.